لكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وتجدر الإشارة إلى أن أحداث اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي لا يمكن للعقل تصورها وإدراك حقيقتها، وإنما جاء خبرها بالأدلة الشرعية القاطعة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. ولكن هناك أشياء كثيرة ظهرت في هذه الأيام تدل على اقتراب الساعة، ومنها علامات صغرى وأيضا علامات كبرى. فمن العلامات الصغرى التي ظهرت هي أمور خاصة بالنساء والفتيات والزوجات، فبدأ كل هؤلاء في فعل بعض الأعمال التي لا تتناسب مع قيم الدين وتعاليم الله ورسوله التي يعلمها الجميع منذ نشأت هذه الدنيا. فمن هذه العلامات الصغرى هو ارتداء النساء والفتيات الملابس القصيرة والضيقة التي تبرز مفاتن جسمها من جميع الأماكن، حيث تصبح هذه الأمور هي عادة لهم، ثم يقولون بأنها هي الموضة في هذه الدنيا. وليس هذا فقط، وإنما أيضا بدأت النساء والفتيات يرتدون الملابس مثل الشباب تماما ويتشبهون بهم في كل شيء. ولكن هناك الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعن الله النساء المتشبهين بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء. فبدأت الفتاة تلبس البنطال الضيق مثل الشاب تماما وتظهر مفاتن جسمها وهي في الشارع أمام الجميع، وتجعل الجميع ينظرون عليها ويتحصلون على الذنوب والمعاصي من هذه الملابس الضيقة. ولكن ليست الملابس الضيقة فقط مثل ملابس الشباب، ولكن أيضا الملابس القصيرة التي تجعل الشاب ينظر على الفتاة ويتخيل أشياء محرمة بسبب هذه الفتاة وبسبب ملابسها، وتعود الفتاة تقول بأن هذه هي حرية شخصية للفتاة، وهذا لا يعطي الحق للشاب بأن ينظر على الفتاة، ولكن لابد أن ينظر إليها مثل أخته. ولكن بالطبع هذا الشيء هو خطأ تماما، كيف للشاب أن ينظر إلى الفتاة مثل أخته وهي تقوم بارتداء هذه الملابس التي تثير غرائزهم بكل سهولة، وتجعل هذا مدخل للشيطان بأن يدخل به حتى إلى الشاب الملتزم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما هناك أيضا علامات ساعة، ولكنها علامات كبرى، ومنها طلوع الشمس من جهة الغرب. تختل حركة الكون بطلوع الشمس من جهة الغرب على غير عادتها التي ألفه الخلق عنها، ليشكل هذا الحدث واحدا من أبرز علامات الساعة الكبرى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتأكيدا على أن التوبة لا تنفع حينها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. كثرة المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نبوي أن الله تعالى سيغني الأمة بالأموال، وأن ذلك من العلامات الكبرى للساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. وبالفعل فإنه أصبح في هذا الزمان هو زمان الأموال وكثرتها، فأصبح كل واحد يبحث عن الأموال فقط وعن كيفية الحفاظ عليه، بل وكثرتها أيضا، ولم يتذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بدينه ولا تعاليمه بسبب تفكيرهم في الأموال فقط. وهناك أيضا علامات كثيرة صغرى وكبرى قد حدثت وما زالت تحدث تؤكد على اقتراب الساعة في هذه الدنيا، ولكن سوف نعرضها لكم في المواضيع المقبلة بإذن الله تعالى، حتى يعرف الجميع بأنهم ابتعدوا عن الله وأن النهاية قد اقتربت، ولا ينفع شيء من هذه الأشياء بعد ذلك إن لم يرجع الإنسان إلى ربه ويتوب إليه، حتى لا يكون مثواه نار جهنم بل يكون مأواه الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.